مساء الخير، أهلا وسهلا بيكم في سيشن جديدة من تيك كافيه. أنا أحمد مصباح، والنهاردة بإذن الله هنبتدي سيريز جديدة في البودكاست بتاع تيك كافيه. العنوان بتاعها Becoming a Clean Coder، والنهاردة هنقدم لكم episode 1 من السيريز دي، واللي التايتل بتاعه Good Design versus Bad Design. ابتدي الأول بأن أنا أعرفكم على تيك كافيه. تيك كافيه هي ستارت اب كومباني dedicated to empowering the tech community and enabling creativity and innovation in the tech industry. إيه السيرفيسز اللي بتقدمها تيك كافيه؟ بتقدم أونلاين وأوفلاين كورسز أند وركشوبس. والأسبوع اللي فات شرفنا بأن إحنا قدمنا الـ TDD Fundamentals Workshop، وكانت تجربة حلوة جدا جدا، واستفدنا منها كتير، وهوبفلي يكونوا الاتنديز برضو استفادوا منها. احنا عندنا بودكاست، والسيريز دي هي يعني واحدة من الحاجات اللي احنا بنقدمها في البودكاست بتاعنا، وقدمنا سيشنز كتير قبل كده في البودكاست بتاعنا، وكان معانا سبيكرز زي هيثم أحمد وشريف صقر و a number of other popular speakers. احنا بنقدم برضو tech consulting و we are planning to launch a blog very very soon. هل احنا بنشتغل in isolation؟ لا، احنا community partner في الديمو داي مع startups without borders، و we are a silver sponsor in this year's DevOps Days Cairo 2023. ده QR بتاع الويب سايت بتاعنا www.techcafe.com. لو حابين تتعرفوا اكتر على السيرفيسز اللي بنقدمها تقدروا تعرفوها عن طريق الويب سايت بتاعنا، ولو عايزين تجيلكوا latest updates بتاعتنا follow us على LinkedIn، وده الكيو ار بتاع البيج بتاعتنا على LinkedIn. I introduce نفسي للناس اللي أول مرة تحضر ليا session. أنا founder of Tech Cafe. أنا برضو chief software architect and engineer و an independent consultant and coach. أنا speaker في multiple events such as DevOps Days Cairo, Google Developer Group, DroidCon, Software Engineering Competence Center, African Middle Eastern Conference for Software Engineering, Orange DevTest Days و Delta Technopreneurs. إيه التوبكس اللي بحب أتكلم عنها؟ Artificial Intelligence with Machine Learning. و recently كنت عملت 2 sessions بعنوان how ChatGPT will impact software development، وكان في session قبليها في ديسمبر اللي فات كان التايتل بتاعها will AI replace software developers. هتلاقوا كل sessions دي على اليوتيوب channel بتاعتي. برضو بحب اتكلم واكتب عن الاجل واللين والديفوبس، software architecture, cloud native architectures and beyond, with free and open source software. Experience بتاعتي، أنا تقريباً عندي 2 decades of software development experience. Deliver 2 award-winning innovative solutions. Winner of a Dell Hacktrick 2022 UI UX track. PhD candidate with معايا master's degree in machine learning and many other professional certifications. طيب أديكم فكرة بقى عن السيريز، التايتل بتاعها Becoming a Clean Coder. الهدف من السيريز دي إن إحنا عايزين نمشي مع بعض جيرني كده مع software developers، بالذات الفريش أو النوفس software developers as they navigate the challenges and triumphs of adopting clean coding practices. فإحنا عايزين نتعلم مع بعض
الحاجات اللي نخلينا نترولي بيكم كلين كودرز، زي ديزاين برينسيبلز، كوبلينج وكوهيجن، سوليد برينسيبلز، سمبليسيتي، ريفاكتورينج، ديلينج وذ ليجاسي كود، تي دي دي، كونتينوس انتجريشن، اتسترا. فالنهارده اول حلقه هنتكلم فيها على الجود اند باد ديزاين، لكن في الحلقات الجايه هنكفر مور توبكس، والهدف من التوبكس دي ان احنا نبيكم بيتر ديفلوبرز او كلين كودرز. ايه الاجنده بتاعت ابيسود 1 من السيريز دي؟ هندفاين الاول ايه هو السوفت وير ديزاين. هنتكلم على الفرق بين الاركيتكتشر والديزاين والكودينج، لان الناس بتتلخبط بين الثلاث حاجات دي، وساعات بتستخدم الثلاثه تيرمز دول interchangeably. هنتكلم على why should we worry about good and bad design، يعني ليه المفروض يبقى السوفتوير بتاعي of good design وليه لازم أتجنب ال bad design، why does it matter. وبعد كده هنتكلم على الكريتيريا بتاعت ال good design وال good design principles وال quality attributes. وبعد كده هنتكلم على الباد ديزاين، ايه الكاركترستكس او التريتس اللي لو موجوده في السوفت وير بتاعك يبقى السوفت وير ده بيسفر من باد ديزاين. بعد كده هنتكلم على الابيسود 2 ان شاء الله هيكون عن ايه، ونختم مع بعض ابيسود 1 باذن الله. نبتدي الاول بان احنا نديفاين وات سوفت وير ديزاين از. Software design هي the process of creating a blueprint for building a computer program or application. It involves defining how different components of the software will interact, determining the structure of the software, and outlining the overall functionality and features. هي البروسيس اللي انا بكرييت بيها البلو برينت بتاعه السوفت وير بتاعي. طيب البلو برينت دي هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها الكومبوننتس بتاعه السوفت وير بتاعي بينتراكتوا مع بعض ازاي، ايه الاستراكشر بتاع السوفت وير بتاعي ده، والمفروض ان كل ده يديسكرايب ليا الانتنت من السوفت وير ده، أو إيه البيهيفير اللي المفروض السوفت وير ده يقدمه. طيب إيه الجول من إن إحنا نعمل سوفت وير ديزاين؟ إن إحنا ننشور إن الفاينل برودكت اللي هيطلع ويبقى ديليفرد للإند يوزرز يبقى efficient, reliable, وبيميت الانتندد requirements and user needs. فدي كده الإيه الجولز بتاعت السوفت وير ديزاين. وطبعا ده يخليك ايه تفكر كده وتقول لو انا البروسيس اللي بشتغل بيها علشان اصمم وادليفر السوفت وير ده بتطلع poor quality software في الاخر، اذا definitely I'm doing poor software design او I'm not doing software design at all. ستيف جوبز في فيديو على اليوتيوب التايتل بتاعه ستيف جوبز اون ديزاين في 2002 كان بيقول ان ديزاين از نوت جاست وات ات لوكس لايك اند فيلز لايك، ديزاين از هاو ات وركس. ودايما بنقول ان البيزنس ريكويرمنتس عندي في السوفت وير بتمثل ليا why I am building this software. The functional requirements define ليه what I am going to build. Software design define ليه how I am going to build the software. عرفنا إن software design is the process of delivering a blueprint for
سوفت وير بروجرام، وعرفنا بيديسكرايب ايه بالظبط وعرفنا الجولز بتاعته. طب ايه الفرق ما بين الديزاين والاركيتكتشر والكودينج؟ بما ان احنا قلنا ان احنا عندنا مشكله دايما في ان التيرمز دي بتبقى مستخدمه انترتشينجبلي. جريدي بوش بيقول all architecture is design but not all design is architecture. إذن كل الاركيتكتشر is design، لكن مش كل حاجه في الديزاين is architecture. وده يقول ان الديزاين is something that is a little bit lower level than architecture. مقولة لألان ديفيس بيقول design is not coding وcoding is not design. إذن all architecture is design but not all design is architecture. وفي نفس الوقت design is not coding وcoding is not design. إذن الديزاين ده حاجة بتقع ما بين الاركيتكتشر والكودينج. أحسن بيبر بتوصف الفرق ما بين الاركيتكتشر والديزاين واللي هما بيسموها الامبلمنتيشن أو الامبلمنتيشن ديتيلز أو اللي احنا ممكن نقول عليها الكودينج، هي البيبر اللي التايتل بتاعها Architecture Design Implementation لإيدن أند كازمو. بيقولوا إن علشان أقدر أفرق ما بين الاركيتكتشر والديزاين والامبلمنتيشن في two characteristics based عليهم اللي ممكن إيه أميز ما بين التلاتة. أول حاجة intentional versus extensional و non-local versus local. تعالوا نشرح البروبرتي الأولانية. لما يبقى البلوبرينت اللي قدامي دي abstract in the sense that it can be formally characterized by the use of logic variables that range over an unbounded domain، يبقى ده كده ايه intention. طب ايه معنى الكلام ده؟ تعالوا نشرح الموضوع بـ example بسيط جدا جدا. لو انا دلوقتي عايز اتكلم على a group of animals، لو ابتديت اتكلم على a group of animals دي من ناحية الكاركترستكس بتاعتهم، زي اني اقول مثلا animals with fur, four legs and wagging tail، يبقى انا كده الايه الديتيلز بتاعتي intentional very high level. لكن لما اجي اتكلم على animals بعينها زي dogs, cats او الرابتس، لا يبقى انا كده بقت الديتيلز اكستنشن. طيب ده كده مثال من الطبيعه. تعالوا ناخد مثال من السوفت وير. لو انا بتكلم على ديزاين ان ترمز اوف البيهيفير بتاعه والكواليتي اتريبيوتس بتاعته، يبقى ده كده ايه intentional specifications. لكن لو ابتديت بقى اتكلم على ال internal workings بتاعته، لا يبقى انا كده بتكلم على extensional specifications. طيب الفرق بين non-local ولوكال؟ ال non-local specifications بتcover the whole system while ال local specifications بتcover specific parts of the system. طيب ايه بقى الكاركترستكس اللي تنطبق على الاركيتكتشرال سبيسيفيكيشنز، وايه الكاركترستكس اللي تنطبق على الديزاين سبيسيفيكيشنز، وايه الكاركترستكس اللي تنطبق على الكودينج او الامبلمنتيشن سبيسيفيكيشنز؟ الاركيتكتشرال سبيسيفيكيشنز بتبقى انتنشنال اند نون لوكال، يعني بتبقى فيري ابستراكت فيري هاي ليفل وجلوبال، بتكفر السيستم بتاعي كله. الديزاين سبيسيفيكيشنز واللي احنا انترستد فيها النهارده بتبقى انتنشنال، يعني هي ستيل ابستراكت وستيل هاي ليفل لكن لوكال،
بتكفر بارتس اوف ذا سيستم، لكن الامبلمنتيشن سبيسيفيكيشنز بتبقى اكستنشنال اند لوكال، بتبقى لو ليفل وفي نفس الوقت مش بتكفر ذا هول سيستم، بتكفر جاست بارتس اوف ذا سيستم. لو هناخد مثال من الرسمه اللي قدامنا دي، او يعني ممكن نسميها الفلور بلان اللي قدامنا دي، واضح جدا ان دي فلور بلان بتاعت فيلا او بيت، وانه دور واحد، وباين قوي الكومبوننتس وعلاقه الكومبوننتس ببعضها، في جراج، في فرونت بورتش، في اوبن كيتشن، في بيدرومز، وهكذا. ده احنا بنسميه اركيتكتشر. ليه؟ لانه intentional، مفهوش details كتير، مجرد فيه بس الcomponents والrelationships اللي ما بينهم، وفي نفس الوقت non-local، بيكفر الايه؟ الديزاين بتاع البيت كله. لكن لو جينا بقى نتكلم على الديزاين بتاع الماستر بيدروم مثلا، مسكنا بس دي وابتدينا نتكلم عنها، يبقى ده كده احنا بنتكلم على ديزاين. ليه؟ لانه ستيل ابستراكت لكن نون لوكال. لما بقى ابتدي اقول نوعيه الارضيات، تبقى خشب ولا بورسلين ولا سيراميك ولا رخام، لما ابتدي بقى اتكلم على الوان الدهانات، لما ابتدي اتكلم بقى على الوان السيراميك في الحمامات والاطقم هتيجي ألوانها إيه وماركتها إيه، والبانيو ده هيبقى بانيو عادي ولا هيبقى جاكوزي كده، يبقى إحنا ابتدينا نتكلم على الإيه؟ الإمبلمنتيشن أو الإمبلمنتيشن ديتيلز. فالدياجرام ده كده بيوضح الفرق بين الأركيتكتشر والديزاين والإمبلمنتيشن أو الكودينج، بالاتنين properties اللي اتكلمنا عنهم، intentional versus extensional و local versus non-local. طيب ده كده كان الفرق بين الarchitecture والdesign والcoding من perspective Eden and Cosmo. انا اجتهدت وعملت السكتش ده، انا مسميه يعني ده مصباح سكتش، وبرضو اللي بوضح فيه الفرق بين الاركيتكتشر والديزاين والكودينج، بس بديتيلز اكتر شويه من مجرد ايه انتنشنال فيرسس اكستنشنال ولوكال فيرسس نون لوكال. في الاركيتكتشر احنا بنتكلم على الوات اند وير، الاليمنتس، الريليشن شيبس اللي ما بينهم، والبروبرتيز بتاعه الاليمنتس دي. في الاركيتكتشر احنا انترستد في الاركيتكتشرال درايفرز اللي هي البيزنس ريكويرمنتس، الفانكشنال ريكويرمنتس، الكواليتي اتريبيوتس والكونسترينتس. في الاركيتكتشر احنا انترستد في السيستم ديكومبوزيشن، البريك داون اوف البروبلم اللي عندي انتو كومبوننتس. في الاركيتكتشر انا انترستد بالاركيتكتشرال ستايلز اللي هي الاستراكشر بتاع الاركيتكتشر بتاعي، هل هو مونوليث ولا ديستريبيوتد؟ طب لو مونوليث هيبقى لايرد ولا مايكرو كيرنل ولا بايب بيزد؟ لو ديستريبيوتد هيبقى سيرفيس بيزد ولا مايكرو سيرفيسز ولا ايفنت دريفن ولا اس او اي ولا سيرفر ولا سبيس بيزد؟ عندي ماتريكس بقيس بيها الاركيتكتشر زي الليد تايم والمين تايم بتوين فيليرز والديبلويمنت فريكوانسي وهكذا. عندي دايجرامز معينه بعمل بيها موديلنج للاركيتكتشر بتاعي زي الكومبوننت دايجرامز والكونتينر دايجرامز والكونتكست دايجرامز لو هنستخدم السي 4 مودلز او سي 4 موديلنج. Architecture is about risks with trade-offs with views and viewpoints. طب الديزاين، الديزاين is about the how.
الديزاين از اباوت الديزاين برنسبلز، هنتكلم على بعضها النهارده وهنتكلم على البعض التاني في الابيسود التاني، زي الدراي برنسبل، السوليد برنسبلز، ياجني، سلاب، سوك، وهكذا. ديزاين از اباوت ديزاين باترنز، ديزاين از اباوت سبيسيفيك مودلز، بس بتبقى لو ليفل شويه، زي الكلاس دايجرامز او السيكونس دايجرامز او الستيت دايجرامز فور اكزامبل. في ماتريكس بقيس بيها الديزاين بتاعي زي السايكلوماتيك كومبلكسيتي، الكوبلينج، اتسترا، واتس اباوت ذا رولز اوف سمبليسيتي. ودي انا كنت عامل لها فيديو موجود على اليوتيوب شانل بتاعتي. طيب الامبلمنتيشن ديتيلز او الكودينج از اباوت وات؟ كلين كود، كودينج ستاندردز، بروجرامينج بارادايمز. طيب هل ما فيش حاجات كومن ما بين الاركيتكتشر والديزاين والكودينج؟ اه طبعا، السيستم ديزاين والدومين دريفن ديزاين والدومين سنتريك اركيتكتشرز تعتبر، ممكن تعتبروها architecture وممكن تعتبروها design. التست driven development يعتبر both coding and design، لأن أنا بكتب test code و production code، لكن في نفس الوقت أنا في مرحلة refactoring بركز على الديزاين بتاع الكود بتاعي. وعلشان كده احنا بنقول في TDD design is inverted and distributed، يعني الديزاين بيجي بعد ما بكتب التست وبكتب just enough code to make the test pass، وبعد كده ببتدي بقى refactor. Refactoring is a practice موجود في الاركيتكتشر والديزاين والكودينج، لكن المفروض اني بعمل less of it في الاركيتكتشر ومore of it في الكودينج، او بعمله less frequently في الاركيتكتشر ومore frequently في الكودينج. لان زي ما جريدي بوش قال، architecture is about the significant design decisions where significant is measured by the cost of change. لما قرر اني ريفاكتور حاجه في الاركيتكتشر، الكوست اوف تشينج بيبقى عالي قوي قوي قوي، لكن لما قرر اني ريفاكتور حاجه في الكود، الكوست بتاع ريفاكتورنج بيبقى قليل، بالذات لما يبقى ريفاكتورنج كونتينوس. الكوست اوف تشينج كنا لسه بنتكلم عنه، هو كومن ما بين الاركيتكتشر والديزاين والكودينج، لكن بيبقى هاي في الاركيتكتشر، ميديوم في الديزاين، ولو في الكود. يعني انت لما تحب تغير نيم بتاع ميثود، ده هياخد منك وقت قد ايه؟ a few seconds. لكن لو حبيت تغير الاركيتكتشرال ستايل من مونوليث لمايكرو سيرفيسز، لا ده ممكن ياخد منك شهور. الحاجات الكومن ما بين الثلاثه، النون فانكشنال ريكويرمنتس والكوبلينج والكوهيجن والسمبليسيتي والتكنولوجيز والسوفت سكيلز والدوكيومنتيشن، حاجات انا محتاج اخد بالي منها برضو في الثلاثه. فالسكتش اللي قدامكم ده بيوضح الفروقات ما بين الاركيتكتشر والديزاين والكودينج in terms of engineering practices، وايه الحاجات اللي ممكن تكون common ما بينهم. الاركيتكتشر زي ما قلنا بيبقى الـ highest level of design، وبيبقى about elements, relationship, properties, architectural styles، وفي ناس بتحب تسمي ده الـ macro level architecture. الديزاين اللي هو الـ how، في ناس بتحب تسميه الـ micro architecture، وده مثلا من ضمن الحاجات فيه الـ design patterns for example. و الكودينج ستاندردز دي الايه اللوست ليفل، اللي هي الامبلمنتيشن ديتيلز، او اللي في بعض الناس بتسميها الايديوماتيك باترنز. كده اتكلمنا عن وات از سوفت وير ديزاين، اتكلمنا على الفرق ما بين الديزاين والاركيتكتشر والكودينج. تعالوا نتكلم على واي سوفت وير ديزاين از امبورتنت، واي شود وي وري اباوت good and bad design. نبتدي ب يعني مقتطع من كتاب Extreme Programming Explained لكنت بيك،
كان بيتكلم فيه على الـ defects، فكان بيقول إيه؟ most defects end up costing more than it would have cost to prevent them. Defects are expensive when they occur, both the direct costs of fixing the defects and the indirect costs because of damage to relationships, lost business and lost development time. ناس هتقول لي ايه علاقة الكلام ده ب good and bad design؟ لما يبقى عندك poor design في software بتاعك eventually ده هيترجم into a defective piece of software that is going to end up in the end user's hand. طيب ال defective software ده هيتطلب انك انت تعمل له fixing وتعمل له optimization. ال fixing وال optimization ده له direct costs و indirect costs. ال direct costs معروفة اللي هي الايه؟ ال man hours او days اللي انت محتاجها علشان تفكس بيها ال defects دي اللي due to ال bad design. لكن في بقى indirect costs اللي هي damage the relationships ما بينك وما بين ال end users او ال customers بتوعك اللي هتؤدي eventually into lost business and lost development time. الوقت اللي انت كنت ممكن تستثمره في انك تزود فيه features على السوفتوير ده او انك تاخد feedback، الفيدباك ده يرفلكت into how the software should behave، انت هتضيعه في improving ال quality بتاعة السوفتوير ده. واحنا هنا مش بنتكلم على improving ال quality as in اللي هي الـ continuous refactoring، لا احنا بنتكلم في حاجة بايظة وانت بتصلحها علشان اصلا تشتغل. فاذا the importance of worrying about good and bad design بتreflect في in software that is well designed ends up being delivered with good quality. Software that is badly designed ends up being delivered with bad quality. والباد كواليتي احسن وصف ليها هي الوصف اللي قاله كانت بيك في كتاب اكستريم بروجرامينج اكسبلين. لو انت عندك باد ديزاين ده هيؤدي في الاخر الى دامج ذا ريليشن شيبس، لوست بزنس اند لوست ديفلوبمنت تايم. واي شود وي وري اباوت جود اند باد ديزاين؟ ناخد المقوله بتاعت مارتن فاولر اللي بيقول فيها، والمقوله دي مشهوره جدا جدا، يقول لك any fool can write code that a computer can understand. الكود بتاعك سواء حلو او وحش هيشتغل كده كده على الكمبيوتر. لكن good programmers write code that humans can understand. Software development is complex. ومن ضمن الحاجات اللي بتسبب الكومبلكسيتي دي حاجة اسمها الكوجنيتيف لود. كل ما انت اضطريت تبذل مجهود اكتر علشان تفهم كود او تصلح كود او توصل لمعلومة معينة، ده كده معناها ان الكوجنيتيف لود عليك بقى عالي. ودي من البروبرتيز بتاعة الباد ديزاين أو الباد كود. فالمفروض إنك to worry about good and bad design. ليه؟ لأن when you write code with good design الكود ده يقدروا humans يفهموه مش بس الماشينز، فبالتالي ده يقلل الكوجنيتيف لود عليهم وبالتالي بيقلل الكومبلكسيتي بتاعته. والعكس صحيح، اكتب باد كود الماشين بتاعتك هتفهمه لكن ال developers التانيين مش هيفهموه، وده هيؤدي الى defects وبالتالي lost development time, lost relationships و lost business. ناخد المقولة بتاعت ألان كوبر،
بيقول if we want users to like our software we should design it to behave like a likable person. هتبذل مجهود كويس في software design والsoftware بتاعك هيبقى of good design يبقى for sure طالما بي meet الrequirements بتاعت اليوزرز واحنا قلنا ان دي واحدة من الجولز بتاعت السوفتوير ديزاين اذا اليوزرز هيحبوا السوفتوير بتاعك اعمل العكس اكتب كود وحش ما تهتمش بالسوفتوير ديزاين deliver poor quality software يعني من الاخر كده انت ما كتبتش السوفتوير اللي انت يعني بتطلعه ده باهتمام وبمهنية وبحب ده هيرفلكت على how much the end users will like your software as well. وبرضو نرجع للمقولة بتاعت كنت بيك. الكلام ده بالتالي هيؤدي إلى lost relationships, lost business, and lost development time. آخر مقولة هناخدها وإحنا بنحاول نقول للناس ليه المفروض يهتموا بالgood design and bad design هي المقولة بتاعت روبرت مارتن يقول لك good software designs accommodate change without huge investments and rework. في واحدة من محاضراته روبرت مارتن لما حب يفسر كلمة software هو قسمها لجزئين soft وwear. Where يعني product وsoft يعني flexible to change فبيقول إن كلمة software المعنى بتاعها إن this is a product that is flexible to change ف we design software in order to accommodate change we design software علشان نقلل ال rework فيه وعلشان نقلل الاماونت اوف تايم اللي احنا محتاجينه علشان انتروديوس اي تشينجز فيه اهتم بالسوفت وير ديزاين بتاعك طلع السوفت وير بتاعك ب جود ديزاين ده هيرزلت في سوفت وير ذات كان اكوموديت تشينج ساعتها لما الناس بتوع البيزنس هييجوا يقولوا لك احنا عايزين نعدل الفيتشر الفلانيه أو نزود الفيتشر الفلانية أو نشيل الفيتشر الفلانية ساعتها أنت لما تيجي تقول لهم الاستيميشن اوف ليفل اوف ايفورت هتقول لهم أرقام صغيرة لكن لو السوفت وير بتاعك بيعاني من الباد ديزاين ساعتها أنت أي تشينج هيطلبوا منك البيزنس أو الاند يوزرز لو أنت بتتعامل معهم دايركتلي هيبقى دايما اللي تشينج ده الاستيميشن اوف ليفل اوف ايفورت بتاعه كبير جدا جدا فبالتالي الناس هتكره اصلا ان هي تطلب منك اي تشينجز والسوفت وير اللي ما بيطلبش عليه تشينجز بيبقى اسمه ديد سوفت وير خلاص السوفت وير ده كده مات لان السوفت وير الحي هو السوفت وير اللي كونستانتلي بتطلب فيه تشينجز فإذا we want to worry about good and bad design علشان الكواليتي بتاعت السوفتوير علشان الهيومنز يقدروا يفهموا مش بس الماشينز علشان الاند يوزرز يحبوا السوفتوير اللي احنا بندهولهم وعلشان يقدر يأكوموديت change without huge investments and rework For these reasons, we should worry about good and bad design. تعالوا دلوقتي نتكلم على what is good design. الـ good design لازم يحقق اتنين criteria. أول حاجة ي adhere to software design principles. ودي اللي هنتكلم عليها في السلايد اللي بقوله إيه. اللي جاي ويكون بي ميت software quality attributes ودي برضو هنتكلم عليها ايه بعد ما نتكلم على software design principles ف
طيب لو السوفت وير ديزاين بتاعك بي ادهير تو سوفت وير ديزاين برنسيبلز اند ميتس السوفت وير كواليتي اتريبيوتس then you have a piece of software that is of good design. هنتكلم على 10 software design principles من كتاب 201 principles of software development لآلان ام ديفيس واللي هتلاقوها برضو مشروحة في الويكيبيديا في الارتكل بتاعت السوفتوير ديزاين. هما 10 principles للسوفتوير ديزاين. لو حققت العشرة principles دول يبقى انت كده on the right path to produce software of good design. طيب ناخد اول principle بتقول the design process should not suffer from tunnel vision. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السوفت وير ديفلوبمنت تيم بتاعك وهم بيعملوا ديزاين للسوفت وير المفروض ما يبقاش في دماغهم سولوشن والنقاش حوالين الديزاين يبقى بس تحصيل حاصل. لازم اول حاجه تدسكسوا البروبلم وإيه الـ requirements اللي مطلوبة لحل الـ problem دي، وبعد كده تبتدوا تحطوا ليها كذا solution وتفضلوا ما بين الـ solutions وبعضها، وبعد كده تختاروا الـ solution الأفضل لحل المشكلة. وعلشان كده الـ software development teams الكويسة اللي بتعمل حاجة اسمها quick design session، دي واحدة من البراكتسز اللي مشروحة في واحدة من كتب الاكستريم بروجرامينج. السوفتوير ديفلوبمنت تيمز الشاطرة هي اللي بتدسكس السوفتوير ديزاين اراوند حاجة اسمها الاي دي ارز الاركيتكتشر ديسيجن ريكوردز، واللي انت بتدوكيمنت فيها المشكلة كانت ايه وايه الديفرنت سولوشنز اللي كانت discussed وinvestigated وفي الآخر ليه رحنا للسولوشن ده وهكذا. لكن لو أنت عندك already predetermined solution وهو ده اللي اتحط على الترابيزة من غير ما نفكر في أي alternatives يبقى انت كده البروسيس بتاعتك بتسفر from tunnel vision. التيمز اللي كل حاجة عندها حلها مايكرو سيرفيس اركيتكتشر، التيمز اللي كل حاجة عندها حلها كلين اركيتكتشر، التيمز اللي بتعمل كده من غير ما تفكر الأول في alternative solutions يبقى دي teams كده بتسفر from tunnel vision، ويبقى كده most probably software design اللي هيطلعوا بيه هيبقى of poor quality، وحتى لو طلع of good quality هيبقى coincidence أو luck. principle التانية بتقول إيه؟ بتقول the design should be traceable to the analysis model. معنى كده إن أنا المفروض الديزاين بتاعي يبقى traceable ليه الـ requirements اللي طلع منها الديزاين ده، طبعا functional و non-functional requirements، التيمز اللي بتشتغل بـ methodologies زي الـ domain driven design أو methodologies شبيهة، يعني الناس اللي يعني ممكن تحضر معايا كورس الـ software architecture fundamentals مع SEC بنشوف ان في practices كتير بنعملها علشان نتريس الديزاين تو ذا اناليسيس موديل، وده بيبقى مفيد جدا 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 لانه بيقول لك why we have produced this software
الفانكشنال ريكوايرمنتس والبزنس ريكوايرمنتس والنون فانكشنال ريكوايرمنتس، اللي هي الاركتكتشرال درايفرز اللي طلعت لي ايه الديزاين ده. ثالث برينسيبل، ذا ديزاين شود نوت ري انفنت ذا ويل. استخدم الاندستري دي فاكتو ستاندردز، استخدم ديزاين باترنز، ما تحاولش انك تفكر في حلول نوفل للمشكله بتاعتك، لان موست بروبابلي المشكله اللي انت بتحلها هتكون اتعملت قبل كده. وهي دي هي دي فائده الباترنز. هو يعني ايه باترن؟ الباترن هو كومن سولوشن لأ كومن بروبلم. فما تحاولش انك انت تري انفنت ذا ويل. بعد ما تكون عملت اناليسس كويس للمشكله بتاعتك ولقيت لها حل، هتلاقي اكيد في باترنز للحل بتاعك ده، والمفروض انك تستخدمها. Do not reinvent the wheel. الفورث برينسيبل يقول لك the design should minimize the intellectual distance between the software and the problem as it exists in the real world. لازم الديزاين اللي طالع في الآخر ده يكون بيحاكي بقدر الإمكان المشكلة اللي موجودة في العالم الحقيقي. ويمكن هي دي ميزة برضو ميثودولوجي زي الدومين دريفن ديزاين وميزة الأوبجكت أورينتد ديزاين بوجه عام. والناس اللي حابة تتعلم دومين دريفن ديزاين أكتر برضو ممكن تحضر الكورس اللي أنا بدرسه مع سيك اللي هو الأدفانسد سوفتوير أركيتكتشر، بنشرح فيه إيه هو الدومين دريفن ديزاين. هي واحدة من الميثودولوجيز اللي إحنا بنحقق بيها الفورث برينسيبل ده. الفيفث برينسيبل بيقول the design should exhibit uniformity and integration. إيه معنى الكلمة دي؟ معناها إن لازم الديزاين يكون ماشي على defined standards ما بين التيم وبعضه. ده practice في الاكستريم بروجرامينج اسمه الكودينج ستاندردز، وفي اندستريال اكس بي بيبقى اسمه البروجكت شارتر، وفي ناس تانية بتسميه الوركينج اجريمنت. فبيسكلي احنا المفروض كتيم بنتفق على الاستراكشر بتاعنا هيبقى عامل ازاي، الكونفنشنز بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي، بحيث ان احنا لما نimplement اي حاجة تبقى بتconform ليه بتconform to الستاندردز دي. otherwise الديزاين بتاعي والكود بتاعي هيبقى فيه heterogeneity عالية جدا، هيبقى chaotic، هيبقى haphazard، مش هيبقى uniform و له ستاندردز، وده هيخليه صعب في الفهم. السيكس برينسيبل بيقول the design should be structured to accommodate change، ودي احنا شرحناها في الايه في المقوله بتاعت روبرت مارتن، وقلنا ان software design is all about accommodating change. software is all about accommodating change. The design should be structured to degrade gently. المفروض إن لما أجي أديزاين a piece of software، المفروض إن لو حصل أي شيء unusual في السوفتوير ده، المفروض إن هو ما ينفجرش في وش اليوزر. المفروض إن الحاجة تدجريد gently. لو حصل بيك في الترافيك، لو حصل كونديشن في الاستخدام الكونديشن ده مش هاندلد، لو دخلت انبوتس غريبه، لو 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 لو، المفروض ان السوفت وير بتاعك لما يديجريد الديجريديشن ده يكون جنتل، لكن ما ينفجرش في وسط الايه يعني في وش اليوزر. وده يمكن اللي بيسموه برضو الايه الفول تولرانس او الريزيلينس
او الروبستنس، كلها ايه كواليتي اتريبيوتس بتحقق الايه البرنسبل ده. ديزاين از نوت كودينج، كودينج از نوت ديزاين. اتكلمنا على النقطه دي في لما كنا بنقول ايه الفرق ما بين الاركتكتشر والديزاين والكودينج. اتفقنا ان الديزاين is abstract and non-local. It shouldn't يعني demonstrate or describe in any way the implementation details. It should be decoupled عن implementation details. The design should be assessed for quality as it is being created, not after the fact. معناها إن أنا لازم في البروسيس بتاعتي يبقى فيه دايما طريقة أتأكد بيها إن الديزاين اللي بيطلع ده is of acceptable quality. ويمكن الجزء اللي هنتكلم عليه بعد كده اللي هي الكواليتي اتريبيوتس لازم يعني أفاليديت السوفت وير بتاعي against أو verify أسف السوفت وير بتاعي أو السوفت وير ديزاين بتاعي against quality attributes بتاعته. المينتينابيليتي، الاكستنسابيليتي، الموديولاريتي، etc. وفي كتاب building evolutionary architectures الاوثرز بيقترحوا حاجه اسمها الفيتنس فانكشنز. دي زي كرايتيريا انا بحددها علشان اقيس بيها ان الديزاين بتاعي is evolvable، وبقدر اني اعمل لها اوتوميشن بحيث اني continuously اتشيك عليها. Anyway, what I'm trying to say هنا ايه ان الكواليتي مش بس في الكود، والكواليتي مش بس باني اتست السوفت وير بعد ما يطلع، لا احنا عايزين نفكر بالشيفت ليفت مايند سيت. انا عايز اكونسيدر الكواليتي من وانا لسه في الجزء بتاع البوكسز اند لاينز. واخر برينسيبل بيقول ذا ديزاين شود بي ريفيود تو مينيمايز كونسبشوال ايرورز. فالمفروض ان انا في الريفيو بتاعي على الديزاين المفروض برضو الريفيو ما يعني ما يبقاش بيصفر من اللي هي مشكلة اللي ما عارفش كان اسمها السبوت لايت ولا ايه. يعني برضو لازم نفكر في الهاي ليفل بروبلم، نفكر ابستراكت، ما نفكرش في تو ماتش ديتيلز حتى في عملية ال ريفيو. فإذا لو التزمت بالبرنسبلز دي يبقى كده أنا بضمن إن السوفت وير ديزاين بتاعي هيبقى جود ديزاين. طيب السكند كريتيريا إن هو يميت الكواليتي اتريبيوتس. كواليتي اتريبيوتس في ناس بتسميها الاليتيز أو النون فانكشنال ريكوايرمنتس أو السيرفيس ليفل ريكوايرمنتس أو الاركيتكتشرال برسبكتيفز، ليها أسامي كتير جدا جدا. الكواليتي اتريبيوتس اللي قدامنا هنا يعني هي الايه الخلاصة اللي انت المفروض تركز عليها as a software designer. الاكستنسابيليتي طبعا لان هي دي اللي بتميت البرنسبل بتاع ايه the design should be structured to accommodate change، فدي بنقيسها بالاكستنسابيليتي اللي هي اني اقدر add new capabilities without major changes to the underlying design or architecture. المينتينابيليتي هي شبيهة جدا بالاكستنسابيليتي لكن هي ليها علاقة بانك تعدل في existing functionalities، والمفروض برضو ان هي تتم من غير a lot of effort و a lot of rework. الموديولاريتي اني اقدر اني الكومبوننتس بتاعتي في السوفت وير تبقى هايلي كوهيسيف ولوسلي كوبلد بحيث ان ده بيضمن بقى الايه الاوفرول
مينتينابيليتي بتاعه السوفت وير، واني ممكن اتستها ان ايسوليشن وهكذا. الريلايبيليتي بتاعه السوفت وير بتاعي انه يقدر انه يبرفورم الحاجه اللي مطلوبه منه for a specific period of time، ما يبقاش كل شويه ايه بيقع وهكذا. الريوزابيليتي اني اقدر استخدم components في السوفت وير بتاعي في other parts of the software من غير ما اضطر اعمل اي تعديلات. الروبستنس هي الكابابيليتي ان السوفت وير بتاعي يقدر يبرفورم حتى لو حصلت failures في بعض الاماكن. السكيورتي طبعا هي ان السوفت وير بتاعي يكون بيضمن properties معينه زي الconfidentiality والnon-repudiation والavailability والintegrity. اليوزابيليتي ان السوفت وير بتاعي لو بي offer some sort of user interface ان اليوزر انترفيس ده يبقى easy to use لكل اليوزر بيس بتاعتي. البرفورمانس، ولما بنيجي نتكلم على البرفورمانس بنتكلم على latency والthroughput. الthroughput اللي هي how much requests can my system process per unit of time، واللاتنسي هي الresponse time بتاع السيستم بتاعي. فلازم يكونوا الاثنين دول acceptable based على nature بتاع السوفتوير بتاعي. لو انا على ويب سايت والديتا بتلود في خلال دقيقة او دقيقتين، يبقى كده الليتنسي بتاعت السوفت وير ده is unacceptable، يبقى البرفورمانس بتاعه unacceptable، يبقى الديزاين بتاعه unacceptable. البورتابيليتي ان اقدر اني استخدم السوفت وير ده under different conditions and environments. واخيرا السكيلابيليتي ان السوفت وير بتاعي يقدر يجرو اند شرينك based على increasing traffic أو loads عليه. فالمفروض أن أنت علشان تضمن أن عندك good design، لازم أول حاجة أنك تدفين الquality attributes دي للsoftware بتاعك، وتتست الديزاين بتاعك against الquality attributes دي continuously. والديزاين لسه on paper، وانت بتكود او بت implement بقى او بتrealize الديزاين ده، وبعد كده بعد ما بتسلمه. لما تتجمع كل الكواليتي اتريبيوتس دي مع بعضها بنقول ان السوفت وير كده بقى evolvable. ويمكن هي دي البروبرتي الأساسية اللي احنا عايزين السوفت وير بتاعي يحققها أو يبقى كاركترايز بيها، إنه يقدر يتطور مع الوقت. طيب اتكلمنا كده على السوفت وير ديزاين برينسيبلز وعلى الكواليتي اتريبيوتس اللي لما بتتحقق يبقى احنا كده بقى عندنا جود ديزاين. طيب What is a bad design? Robert Martin في البيبر المشهورة بتاعته Design Principles and Design Patterns كان عمل listing كده لحاجة اسمها Symptoms of Rotting Design. Rotting يعني بيعفن خلاص. فإزاي تعرف انك انت السوفتوير ديزاين بتاعك is starting to rot. Your software design starts to rot لما يكون بيسفر ب one or more of these symptoms. أول حاجة rigidity. إن السوفتوير بتاعي يبقى difficult to change. حتى ولو اللي change ده بسيط جدا جدا جدا، يبقى ده معناها كده إن السوفتوير بتاعي ده مش maintainable،
او مش بيأكوموديت تشينج، يبقى ده كده ريجيد سوفت وير. واحنا قلنا اصلا ان اتس كولد سوفت وير، ما اسموش هارد وير او ريجيد وير. فبالتالي لما يبقى السوفت وير بتاعي difficult to change، يبقى كده الايه السوفت وير بتاعي ده بيعاني من باد ديزاين. تاني سيمتوم هي الفراجيليتي، والفراجيليتي والريجيديتي مرتبطين ببعض. الفراجيليتي هي ان كل ما انتروديوس تشينج في السوفت وير بتاعي، التشينج ده يبريك اذر بارتس اوف ذا سوفت وير، وده اللي احنا بنسميه الايه التايت كابلينج، ان انا اعدل في مكان فاضطر اعدل في اماكن تانية كتير، او ان اماكن تانية كتير تبريك. يبقى معنى كده ان السوفت وير بتاعي از فراجايل، ودي واحده من السيمبتومز اوف روتينج ديزاين. الانموبيليتي هي انك ما تبقاش ايبل انك تريوز السوفت وير في other parts of the same project، أو إنك ما تقدرش تستخدم الكومبوننتس معينة في other parts of البروجكت بتاعك. يبقى كده أنت الجزء ده بيعاني من البور ديزاين. وإحنا قلنا إن واحدة من الكواليتي attributes of software هي الإيه؟ الريوزابيليتي والموديولاريتي. فلما ما يبقاش عندك الاثنين attributes دول، يبقى انت كده السوفت وير بتاعك بيسافر from immobility، ومعنى كده انه بيسافر from bad design. اخر حاجة الviscosity، ويمكن يعني ايه دايما تلاقوا الناس على الانترنت تحب تتكلم على اول ثلاثة وthey ignore ايه الـ fourth symptom دي، الا وهي الايه الviscosity. الviscosity نوعين: viscosity of the design و viscosity of the environment. يعني ايه ال viscosity of design؟ ان انا لما اجي ابقى عايز اعمل تعديل او احل مشكلة، يبقى عندي options كتير جدا جدا احل بيها المشكلة دي. الoption الصح او اللي هيpreserve ال design بتاعي او ال standards بتاعتي دايما بيبقى أصعب حل، فده يخلي دايما الناس إن هي ما تعملوش وإن هي تعمل دايما workarounds. يبقى أنت كده بتسفر from viscosity of the design، لأن أنت كده هتبقى بتكسر ال principle اللي قلنا عليه دلوقتي، إن the design should exhibit uniformity and integration. لو أنت علشان تexhibit الحاجة دي دايما صعبة ودايما الأسهل إنك تعمل workarounds، يبقى أنت كده بتسفر from viscosity of the design. طيب viscosity بقى of the environment، إن إيه؟ إنك أنت ال environments عندك اللي أنت بتبني عليها software أو بتdeploy عليها software مش consistent، فده بيخليك أنت إنك دايما تعمل الحلول الأسهل. يعني مثلا افرض الكود بياخد وقت طويل جدا جدا علشان يكمبايل على اللوكال ماشين بتاعتك، او التستس بتاخد وقت طويل جدا علشان ترن على على الايه على الانفايرمنت بتاعك، ده هيخليك اما ما تكتبش تستس او يعني تحاول انك دايما تو انتروديوس solutions that may not be the best solutions، لكن علشان هي هتبقى الأصغر والأبسط فكده الكود بتاعك هياخد وقت أقل علشان يكمبايل وعلشان إيه يتبوش into source control ويرن عليه continuous integration وهكذا. كذلك نفس الشيء، فلنفترض أن أنت مثلا continuous integration server بتاعك بطيء، فده هيخلي الناس هتبتدي مثلا تسويتش أوف بعض الحاجات اللي بتتم عليه زي التستس زي الستاتيك كود اناليسيس وهكذا. كل ده بيؤدي في الاخر انك انت الكواليتي جيتس اللي انت حاططها عشان تضمن
الكواليتي بتاعت السوفت وير بتاعك مش هتتعمل اصلا بسبب الفيسكوسيتي اوف ذا انفايرمنت. ودي من علامات ان انت عندك روتينج ديزاين. فخلي بالك قوي قوي من الحاجات اللي اتكلمنا عليها دلوقتي دي. لو السوفت وير بتاعك difficult to change، لو السوفت وير بتاعك لما بتغير في مكان بتضطر تغير في اماكن تانية كتير، لو السوفت وير بتاعك مش reusable، ولو السوفت وير بتاعك احنا دايما بنروح للwork arounds مش بنروح للسولوشنز اللي بتادهير للكودينج ستاندردز بتاعتنا، ولو الانفايرمنتس عندي مش كونسيستنت، كل دي سيمتومز اوف روتينج ديزاين. يبقى انت محتاج بقى علشان تحلها انك ترجع بقى للبرنسيبلز اوف سوفت وير ديزاين علشان ترجع تاني اون ذا رايت تراك. اشكركم جزيلا. دي كده كانت الابيسود بتاعت النهارده، جود ديزاين فيرسز باد ديزاين. شرحنا فيها وات سوفت وير ديزاين از، واي شود وي بي كونسرند اباوت جود اند باد ديزاين، ايه هو الجود ديزاين، السوفت وير ديزاين برينسيبلز والكواليتي اتريبيوتس، وايه هي السيمبتومز اوف باد ديزاين، واتكلمنا على الفرق ما بين الاركيتكتشر والديزاين والامبلمنتيشن او الكودينج. دي مجموعه من الريفرنسز اللي انا استخدمتها علشان اعمل البرزنتيشن واللي انا كنت واخد منها حاجات. السوفت وير ديزاين برينسيبلز العشره اللي اتكلمنا عنهم من كتاب 201 برينسيبلز اوف سوفت وير ديفلوبمنت تاع ألن أم ديفيس، Symptoms of Rotting Design من البيبر بتاعت أنكل بوب اللي هي Design Principles and Design Patterns، واللي بيتكلم فيها برضو على Solid Principles. المقولة بتاعت كنت بيك اللي related بالDefects والDirect والIndirect Costs بتاعتهم، دي من كتاب Extreme Programming Explained Second Edition. الفرق ما بين الاركيتكتشر والديزاين والامبلمنتيشن من برسبكتيف اكستنشنال فيرسس انتنشنال ولوكال فيرسس نون لوكال كان من البيبر بتاعت ايدن الكازمان اللي هي اركيتكتشر ديزاين وامبلمنتيشن. والدياجرام اللي شفنا فيه ان تجميعة الكواليتي اتريبيوتس مع بعضها بتخليني يبقى عندي ان ايفولفبل سوفت وير، دي من كتاب Building Evolutionary Architectures الـ First أو الـ Second Edition للـ Authors بتوعه Ford et al. فدي كانت الـ references اللي استخدمتها علشان أعمل session. إن شاء الله الـ episode الجاية هنتكلم فيها على الـ Popular Software Design Principles زي Do not repeat yourself, you aren't going to need it، single level of abstraction، separation of concerns، solid principles وهكذا. وهنتكلم على مجموعة تانية من principles ممكن تكونوا أول مرة تسمعوا عنها، فخليكوا متابعينا وإن شاء الله هنأناونس عن الحلقة اللي جاية قريب بإذن الله. الأسبوع الجاي إن شاء الله عندنا open panel هتبقى على LinkedIn live stream، هبقى أنا الهوست بتاعها وهيبقوا الجست سبيكرز اللي معايا هيثم أحمد الـ CTO بتاع سيجدم وشريف صقر Head of Engineering. هنتكلم فيها على الـ Clean Architecture، دي هتبقى السبت الجاي إن شاء الله الساعة 8:30. ما تخلوش الأوبن بانل دي تفوتكو، إن شاء الله تلاقوها مفيدة. تنسوش تعملوا فيزيت للويب سايت بتاعنا وتعملوا لنا فولو على لينكدين. أشكركم جزيلا. I hope إنه السيشن دي تكون مفيدة بالنسبة لكم، ونشوفكم في سيشنز جاية إن شاء الله من تيك كافي. ألف شكر.